أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: بلغ ما أنزل إليك من ربك صدق الله العلي العظيم. الكرم من مظاهره الجود، والجود يقتضي العطاء، الكرماء بمقتضى مصداق من مصادق الكرم، بمقتضى أثر من آثار الكرم، يعطون في الأفراح، يعطون أكثر، كلما كانت الفرحة أكبر العطاء يكون أكثر. هذه من مقتضيات الجود، والجود بعد من أبعاد صفة الكرم. سيد الكرماء، مولى الكرماء، أكرم الأكرمين، الكريم المطلق عز وجل يعطي ما لا يحصى في كل الأيام لكل الخلق. في الأيام المميزة، في الأعياد التي جعلها الله سبحانه وتعالى، يعطي أكثر بكثير من الأيام العادية. وفي عيده الأكبر العطاء يكون ما لا يمكن أن تصفه الكلمات. يعني نقول ماذا؟ يعني نقول عطاء استثنائي، الكلمة أصغر من الواقع. نقول عطاء أكبر مما يتمكن أن يصل إليه الخيال، الكلمات أصلا ضعيفة. الأعمال المستحبة ذكرنا في مسائل الليالي، بعض الأجر الذي يعطى لأعمال مستحبة يؤديها الإنسان في يوم الغدير، بعض الكلمات الواردة في الروايات الشريفة، لا أقول بعض العقول، كثير من العقول لا تتحملها أصلا، لا يتمكنون أن يتصوروا، والبعض بصريح العبارة أنكر، قال غير ممكن أصلا، لا ممكن، عطاء الله سبحانه وتعالى، والله هو العظيم.
في العيد الأعظم لأعظم الخلق. هناك رواية شريفة مفصلة، أقرأ لكم مقاطع من هذه الرواية الشريفة التي تبين جانبا من الغدير وتبين جانبا أيضا من العطاء الإلهي العجيب، وليس عجيبا بالنسبة إلى عظمته، العطاء الإلهي في الغدير. الرواية أقرأ مقاطع، طبعا أستقطع مقاطع متفرقة من الرواية الشريفة. الرواية الشريفة في كتاب الإقبال للسيد ابن طاووس، في كتاب في موسوعة عوالم العلوم، في مصادر أخرى أيضا الرواية واردة عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه. قال إذا كان، بسرعة أقرأ مقاطع من الرواية الشريفة، إذا كان يوم القيامة زفت أربعة أيام إلى الله عز وجل كما تزف العروس إلى خدرها، قيل ما هذه الأيام؟ قال عليه الصلاة والسلام الأعياد الأربعة، قال عليه الصلاة والسلام يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة ويوم الغدير، وإن يوم الغدير بين الأضحى والفطر والجمعة كالقمر بين الكواكب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إلى أن يقول صلوات الله عليه: وهو اليوم الذي أكمل الله به الدين في إقامة النبي عليا أمير المؤمنين علما وأبان فضيلته ووصاءته. قلت أستقطع مقاطع من الرواية الشريفة. هذا اليوم ويوم تقبل أعمال الشيعة ومحبي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي المقابل ماذا؟ وهو اليوم الذي يعمد الله فيه إلى ما عمله المخالفون فيجعله هباء منثورا، وذلك قوله تعالى: فجعلناه هباء منثورا. وهو اليوم الذي يأمر جبرائيل، يعني يأمر الله عز وجل جبرائيل أن ينصب كرسي كرامة الله بإزاء البيت المعمور، ويصعده جبرائيل وتجتمع إليه الملائكة من جميع السماوات ويثنون على محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ويستغفرون لشيعة أمير المؤمنين والأئمة عليهم الصلاة والسلام ومحبيهم من ولد آدم. وهو اليوم الذي يأمر الله فيه، الله أكبر، هذا نظيره سمعتموه. وهو اليوم الذي يأمر الله فيه الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن محبي أهل البيت وشيعتهم 3 أيام من يوم الغدير، ولا يكتبون عليهم شيئا من خطاياهم كرامة لمحمد وعلي والأئمة. شبيه هذا المعنى سمعتموه بالنسبة إلى التاسع من ربيع الأول. عبارة الرواية في التاسع من ربيع الأول قريبة جدا من هذه العبارة: تلك قمة البراءة، قمة أفراح البراءة، هذه قمة أفراح الولاية. طبعا هناك شرح ما هو معنى أن يرفع القلم لا يكتبون الخطايا، المعنى ذكرناه لا نريد أن نعيد. إجمالا: وهو اليوم الذي يزيد الله في مال من عيد فيه ووسع على عياله ونفسه وإخوانه ويعتقه الله من النار. وهو يوم السبقة ويوم إكثار الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويوم استراحة المؤمنين ويوم المتاجرة ويوم التودد ويوم ترك الكبائر والذنوب ويوم العبادة. وهو يوم التهنئة، يهني بعضكم بعضا، فإذا لقي المؤمن أخاه يقول: الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم الصلاة والسلام. وهو يوم التبسم في وجوه الناس من أهل الإيمان، فمن تبسم في وجه أخيه يوم الغدير. الإمام يذكر ثوابا عظيما لا أريد أن أطيل.
فقط التبسم له ثواب عجيب. وهو يوم الزينة، فمن تزين ليوم الغدير غفر الله له كل خطيئة، ثواب عظيم للتزين. الآن يقول عليه الصلاة والسلام: ومن أطعم مؤمنا كان كمن من أطعم مؤمنا واحدا كان كمن أطعم جميع الأنبياء والصديقين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تعامل استثنائي، شيء أكبر من الخيال. عندما أقول تطعم مؤمنا واحدا إجمالا، الآن يقول عليه الصلاة والسلام: وفي يوم الغدير، في يوم الغدير ماذا حدث؟ الله عز وجل عرض ولاية أمير المؤمنين عن طريق رسول الله طبعا صلى الله عليه وآله، عرض هذه الولاية على الناس، صحيح؟ فقط لا، هذه الولاية في يوم الغدير عرضت على من عرضت، وعرضت على ما عرضت عليه. لاحظوا الرواية الشريفة: وفي يوم الغدير عرض الله الولاية على أهل السماوات السابع، فسبق إليها أهل السماء السابعة فزينها بالعرش، ثم سبق إليها أهل السماء الرابعة فزينها بالبيت المعمور، ثم سبق إليها أهل السماء الدنيا فزينها بالكواكب، ثم عرضها الولاية على الأراضين، فسبقت مكة فزينها بالكعبة، ثم سبق إليها المدينة فزينها بالمصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم سبقت إليها الكوفة فزينها بأمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. عرضها على الأراضين، وعرضها الولاية على الجبال، فأول جبل أقر بذلك كذا، إلى أن يقول: وعرضت الولاية، ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وعرضت في ذلك اليوم على المياه، فصار كذا، إلى أن يقول: وعرضها في ذلك اليوم على النبات، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: ثم عرضها في ذلك اليوم على الطير. في يوم الغدير عرضت الولاية على الخلائق، ليس فقط على البشر، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: ومثل المؤمنين في قبولهم ولاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في يوم غديرهم كمثل الملائكة في سجودهم لآدم، ومثل من أبى ولاية أمير المؤمنين في يوم الغدير مثل إبليس العياذ بالله تعالى. وفي ختام كلامه يقول صلوات الله عليه: وفي هذا اليوم أنزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تعامل استثنائي، بل تمييز الغدير. الله عز وجل جعل الغدير، هو الخالق وهو الحكيم في خلقه، ميز الغدير بميزات بميزات. آيات الغدير آيات مميزة كنموذج. النبي صلى الله عليه وآله أمر من قبل الله سبحانه وتعالى بتبليغ ماذا؟ تبليغ الدين، تبليغ أصل الدين، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تبليغ عقائد الدين، تبليغ الأحكام، تبليغ الأخلاقيات، تبليغ التوجيهات، تبليغ قصص. النبي صلى الله عليه وآله مأمور بالتبليغ، صحيح أم لا؟ واضح. ولكن في القرآن الكريم الأمر بكلمة بلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ما وردت هذه الكلمة إلا في آية الغدير: يا أيها الرسول بلغ، فقط في كل القرآن الكريم هذه الكلمة ما تكررت مرة أخرى. هذا له معنى بين كل الأمور التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتبليغها، ما هذه الكلمة الأمر ببلغ وردت فقط في هذه الآية في الغدير. هذه الآية هي الآية، هذه الكلمة هي الكلمة الوحيدة المميزة في هذه الآية؟ لا، كلمة ثانية أيضا في نفس الآية.
كلمة وإن لم تفعل. هذا التهديد، التهديد لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ حاشاه. الخطاب لرسول الله، ولكن إياك أعني واسمعي يا جارة. الله عز وجل يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله سوف يفعل، سوف يبلغ أفضل تبليغ. رسول الله صلى الله عليه وآله في الغدير صنع معجزة من التبليغ، معجزة من التبليغ، صنع شيئا لا يمكن أن ينسى الغدير. الأعداء أهم نقطة يريدون أن ينسوها من الناس قضية الغدير، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله بلغ تبليغا لا يمكن أن يمحى هذا اليوم. الله عز وجل يعلم أن رسوله سوف يبلغ وقد بلغ. إذن وإن لم تفعل لغيره، ليفهم الغير، هذا تبجيل، هذا تعظيم، تجليل للموضوع، للقضية. كلمة وإن لم تفعل ما وردت، ما وردت، لم تفعل ما وردت في القرآن الكريم أبدا إلا في هذه الآية. كلمة ثالثة، هذه لها معاني، لا أريد أن أتوقف عند المعاني، أريد أن أبين أن الغدير مميز من قبل الله سبحانه وتعالى. كلمة ثالثة أيضا في هذه الآية، ما وردت في القرآن الكريم في أي آية أخرى، كلمة يعصمك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. كلمة يعصمك ما وردت في القرآن الكريم أبدا، يعني في آية واحدة ثلاث كلمات ما كررها الله سبحانه وتعالى في كل القرآن الكريم مرة أخرى. هذا تمييز. ذكرت لكم سابقا قبل سنوات لعله أن الآية الغديرية الأخرى أيضا فيها ثلاث كلمات ما وردت في القرآن الكريم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في كل القرآن الكريم أكملت ما وردت في غير هذه الآية؟ أتممت ما وردت، رضيت ما وردت، إلا في هذه الآية فقط ثلاث كلمات في هذه الآية الغديرية فريدة في القرآن الكريم كله، ثلاث كلمات في تلك الآية الغديرية فريدة في كل القرآن الكريم. تمييز، تمييز عجيب. طبعا إذا تأمل الإنسان، إذا أراد الإنسان أن يكتشف عمق هذه الاستثنائية، هذا التمييز، هذا الشيء الفريد الذي جعله في القرآن الكريم، له عمق. ولكن كلامنا عن أصل التمييز. الله عز وجل ميز الغدير، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ميزوا الغدير، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وآله وما صنعه في الغدير، وما لم يصنع ذلك في أي مناسبة أخرى. وبالنسبة إلى بقية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في الحديث الشريف الإمام أبو الحسن الرضا صلوات الله عليه في يوم الغدير أبقى جمعا من المؤمنين من أصحابه، وكانوا طبعا صائمين يوم الغدير، أبقاهم للإفطار، دعوة، دعوة على الإفطار، هؤلاء صائمون، وقت الإفطار يكونون عند الإمام الرضا صلوات الله عليه. لاحظوا الطريقة الاستثنائية المميزة في تعامل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أنت عندك ضيوف، ماذا تصنع لضيوفك؟ تحضر لهم طعاما، وسائل استقبال مريحة. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام احتفظ بهؤلاء، أبقاهم عنده، ثم أرسل لأهاليهم، لبيوتهم الطعام، وأرسل لأهاليهم أيضا الأموال عيدية، ليس فقط لهؤلاء، لأهاليهم، وأرسل حتى لأهاليهم، ناهيك عنهم هؤلاء، أرسل حتى لأهاليهم ملابس، يعني مثلا تيشيرت، لا، ملابس كاملة في الحديث الشريف، حتى الخواتيم والنعال، يعني ملابس كاملة كاملة لكل أهاليهم، صغارا كبارا رجالا نساء. وغير من أحواله وأحوال حاشيته، غير الإمام عليه الصلاة والسلام
من الوسائل وسائل الاستقبال، وسائل الضيافة، غيرها في ذلك اليوم. يعني تمييز تمييز. الله عز وجل ميز أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ميزوا. لو أردنا أن نحصي تمييز أهل البيت عليهم الصلاة والسلام للغدير لما انتهينا. أشياء كثيرة قلت، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وآله واستمرارا ببقية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الغدير ميزه الله سبحانه وتعالى، ميزه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نحن أيضا نميز الغدير. القضية ليست مجرد أن الإنسان يحتفل، هذا شيء عظيم، لا، تمييز يعني يكون يوم الغدير في حياتنا يوم بشكل آخر مختلف عن كل أيام السنة في الأفراح. كيف يميز الإنسان الغدير؟ طرق التمييز كثيرة. العبادة تميز في يوم الغدير، أتعبد في يوم الغدير أكثر. العبادات التي لا أصنعها، لا أفعلها في الأيام الأخرى، في يوم الغدير الإنسان يفعل بعض تلك العبادات. يميزها كمن؟ يميزها كيفاً؟ نفس الصلاة التي أصليها في يوم الغدير، صلاتي الواجبة تكون مميزة في يوم الغدير. توجه الإنسان في الصلاة يحاول أن يرفع من مستوى توجهه في الصلاة، كمثال أقول، تمييزاً كمياً، تمييزاً كيفياً. تمييز في التعيد، أنت عندك أعياد، عيد الفطر، عيد الأضحى، أعياد ولله الحمد كثيرة في أيام السنة. يوم الغدير تعيد بطريقة مختلفة. كمن أو مختلفة كيفا. كان لي اقتراح سابق ذكرته أكرره. بعض المؤمنين عنده وظيفة، موظف، أحيانا وظيفتك خدمة مهمة للناس، ضرورة للناس، كلامي ليس عن هؤلاء. أما الشخص الذي وظيفته ليست ضرورة للناس، في يوم الغدير يأخذ إجازة. يوم الغدير ليس يوما للانشغال بهذه الأشياء، يوم الغدير يوم مميز، يوم استثنائي. دقائق الغدير، لحظات يوم الغدير، لحظات مميزة لها قيمة. الإنسان إذا انشغل ولو قليلا من وقته بوظيفة غير مهمة، ضيع شيئا من هذه الفرصة الذهبية. وما هي قيمة الذهب؟ الإنسان في يوم الغدير يتمكن، إذا أخذ إجازة يتمكن أن يحضر في مجالس، يحضر في مساجد، يتمكن أن يعيد، يذهب إلى أقاربه، يعيد هذا العيد، يبين أن هذا اليوم عيد، يذهب إلى شراء ما يحتاجه. سابقا كانوا يشترون ما يحتاجونه لمدة سنة، الآن لا يحتاج الإنسان أن يصنع مثل ذلك، يحتاج شيئا في يوم الغدير تذهب لشراء ذلك الشيء، هذه بركة. هناك صلاة تعرفونها، تصلى قبل أذان الظهر تقريبا حسب ساعتنا بساعة، صلاة ثوابها، أنا لا أتمكن أن أذكر ثواب هذه الصلاة في مجمع عام، لأنه بالفعل لا أقول أنتم، الحمد لله أنتم مؤمنون، بعض العقول لا تتحمل ثواب هذه الصلاة. ركعتان بعد الحمد، في كل ركعة 10 مرات سورة التوحيد، سورة القدر، سورة آية الكرسي، من كل واحدة منها 10 مرات، وهناك دعاء. طبعا إذا تمكن الإنسان أن يغتسل قبل هذه الصلاة فأفضل، يغتسل يصلي هذه الصلاة قبل أذان الظهر بتقريبا ساعة، في الرواية الشريفة نصف ساعة، نصف ساعة بالتوقيت ذاك الوقت تقريبا يعادل ساعة بساعاتنا اليوم. الإنسان يأخذ إجازة عن الوظيفة غير الضرورية للناس، في هذا اليوم يزور مرضى، في هذا اليوم بالنتيجة ينشغل بما له قيمة عند الله عز وجل في هذا اليوم، لا ينشغل بأمور ثانية. طبعا يوم الغدير كما في هذا الحديث الشريف، يعني أثر يوم الغدير 3 أيام على الأقل.
اليوم الثاني والثالث الحمد لله في هذه السنة عطلة طبيعيا، يوم الجمعة والسبت، فيبقى يوم الغدير يوم الخميس، الإنسان يكون في فسحة من الوظائف غير الضرورية. أختم كلامي بحديث شريف تمييز، عندما أقول تمييز تمييز، كل حديث من هذه الأحاديث الشريفة تبين تمييزا لهذا اليوم العظيم. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه الخطبة، هذا الحديث الشريف في كتاب الاحتجاج للطبرسي المجلد الأول صفحة 84، لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه الخطبة، خطبة يوم الغدير، رؤية في الناس رجل جميل بهي طيب الريح، فقال ذلك الرجل، فقالت الله ما رأيت محمدا صلى الله عليه وآله، كاليوم قط، أنا ما رأيت رسول الله مثل هذا اليوم قط نهائيا. رسول الله كان في ذلك اليوم بشكل مختلف، من أي جهة؟ من جهات، ما أشد، ذاك الرجل يقول، ما أشد ما يؤكد لابن عمه صلى الله عليه وآله، وإنه عقد له عقدا لا يحله إلا كافر بالله العظيم وبرسوله الكريم، ويل طويل لمن حل عقده. أنا ما وجدت ولا سمعت أصلا من قبل في غير هذه الرواية، طبعا كلمة ويل طويل أنا ما سمعت في أي رواية، سمعتم هذه الكلمة ويل طويل؟ فالتفت إليه عمر، طبعا كان ذاك اليوم، حين سمع كلامه فأعجبته هيئته، كان جميل جدا رائع شكله، ثم التفت يعني عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال، أما سمعت ما قال هذا الرجل؟ قال كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وآله، يا عمر، أتدري من ذلك الرجل؟ قال لا. قال صلى الله عليه وآله، ذلك الروح الأمين جبرائيل. جبرائيل دائما في خدمة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن يقول، ما رأيت محمدا كاليوم قط. اللهم صل على محمد، ما رأى رسول الله مثل هذا اليوم. جبرائيل يقول، قال صلى الله عليه وآله، ذلك الروح الأمين جبرائيل، فإياك أن تحله، فإنك إن فعلت فالله ورسوله وملائكته والمؤمنون منك براء. أي شخص يحل هذا العقد؟ رسول الله يقول صلى الله عليه وآله، الله رسوله ملائكته والمؤمنون منه براء. ربنا إننا سمعنا مناديا وهو رسول الله، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم الصلاة والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الولاية، أن يزيد في قلوبنا حب محمد وآله وحب أوليائهم، وأن يزيد في قلوبنا بغض أعدائهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.